اذا متابعينا عندنا اول عرض للبيع. شوف شوف هاي تواسات، شوف يا ستار نهارك مبروك. الله يسلمك يا رشوي. والله غير الحمد لله. دوك نهضر معاك دقيقه برك، معليش. عندنا اول عرض للبيع، عندنا هاد الخروفات الله يبارك. هادو العمر تاعهم بالتقريب شحال؟ 7 شهور هكذاك. واحد 10 شهور هكذا. 10 شهور العمر هنا راه يقول 10 اشهر. وهاد الخروفات جاونا من منطقه منين؟ بوقطب. بوقطب هذه سلعه بوقطب. شوفوا شوفوا الخرفان تاع بوقطب كيفاش يجوا الله يبارك. واش تما لهم واش راهم كاينين؟ راني جاي. السيد مازال ما ساوموش. هذا وين بديت نخدم، هذا وين بديت في التغطيه نتاعي. الساعه الان راهي بالتقريب راهي 7. شحال راهي الساعه دوكا؟ هذو متساومين، هذو راهم متساومين. خلاص اسمح لي حيث 7 غير 7 قبل 20 غير 20. الساعه الان تشير الى 7:20 بتوقيت الجزائر. والسيد هنا راه مساومين شحال؟ ايه شحال مساومين؟ معطينا 31 ونبيع زوال 35 ونص. راهم عاطيين له 31 والبيع راه يقول 35 هكذا. 35 ونص ليه؟ الله يبارك. قال لكم نبيع من 35 وطلع من 3,500,000 وطلع. والعمر راه يقول 10 اشهر، بمعنى انه هاد الخروفات يجوز يكونوا عياده. قل لي تقدر تخلي الرقم تاعك ولا لا؟ تقدر نورمال. تقدر داكور. قل لي شحال عندك من راس للبيع الا تقدر؟ صاديبو ما تنسيش. خطره تلقى 100، خطره تلقى 10. داكور دقيقه برك. اذا متابعينا هنا راني مع الاخ قاده. قاده راه مور الكاميرا ماهوش حبيبان. قاده عنده خرفان للبيع، عنده خروفات. قال لكم سعر البيع هو شحال؟ 35 35 ونص. الله يبارك. قل لي شحال كاين من راس للبيع بالتقريب هكا؟ صاديبو نهار تلقى 100، نهار تلقى بالمثل 10، صاديبو على النهارات. اها داكور. اذا متابعينا راح نخلي لكم رقم الهاتف تاع هذا الموال. هذا منا من منطقه بوقطب. بوقطب هذا الموال منا من منطقه بوقطب. اللي حاب يتواصل معاه وحاب يشري هذا النوع من الخرفان ولا حب معلومات اكثر يقدر يتواصل معاه. رقم الهاتف هو تفضل 077 69 61 08. الله يبارك. المنطقة هي بوقطب. المنطقة هي بوقطب. داكور. قل لي يا خويا العزيز كيفاش راهي الأسعار الأسعار هاد الأيام كيفاش راهي؟ هاد الأيامات راهي تزيد، راهي تطلع في سومة. أها. راها تزيد في كل سيمانة تزيد ديك 200. أها. 300. أنت وزهر. أها. صح كيف؟ صار عندنا الزرع راه يدير 700. الزرع ما هبطش. معليش معليش دوك نجيو للزرع. دوك انت يا جاوبني برك. الاسعار الاسبوع اللي فات كيفاش كانت؟ كانت هابطه. اها. كانت هابطه الاسبوع اللي فاتت مع رمضان مع الصواله كانت الحيه هابطه. اها. راهم 31 كانت الاسعار هابطه، بصح دوك راهي تطلع. دوك راهي تزيد. دوك بربي ان شاء الله راها تزيد، راها في المومو تاع البيع. قل لي دوكا نسبة الزيادة هذه، العيد مازال شهر ونصف، دوك الزيادة هذه كيفاش حتكون؟ راح تكون على سبيل المثال راح تكون كل خطرة ب 500 ب 200، يعني النسبة هذه شحال تكون التقدير تاعها؟ التقدير تاعها تنجم تزيد حتى ل 500 600 من هواك، تزيد حتى 700 ومعليش. خاطر واحد يعيط غير في العام يعيط نهار يقدر يزيد كاع مليون ومعليش. معليش ولا عليه. خويا شكرا على المشاركة، يعطيك صحة. وحنا الله غالب رانا تعبين فيها. زيد شوية زيد. خليني نقول كلمات. حنا الله غالب رانا تعبين يا ولد عمي، الله غالب رانا تعبين فوق الجهد. يعني الزرع راه يدير 700. الزرع راه يدير 700. نزلت دير 450. حنا نبيعوها كاع ب 4 ملايين وما ناش رابحين. معليش انتيا راك تتلقى في الدعم ولا لا؟ الدعم راني نتلقى. تلقيته خطره برك. اها. تلقيناه خطره برك، عرف ذا عام كومبلي عطاونا تربيه واحده وقلعوا لنا الكبش.
قلعوا لنا الخروف وقلعوا لنا جيادي وقلعوا لنا المعزه، هذه ياكل من ماه ولا منين ياكل؟ ياكل العم ماه ولا منين ياكل؟ قل لي كاين بزاف متابعين توعي تاع القناه تراهم يقولوا انكم راكم تبيعوا غالي. مانيش نبيعوا غالي، يقول لها قلع لنا نقص لنا السعر تاع العلف تاع الماكله تاعها نبيعوا رخيص. انا دير لي العلف بخمسه ب 400,000 ولا ب 300,000 الزرع، نبيع لك اللحم انا نبيعها لك 150 ولا 140. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. طيب كنت داير لي الزرع ب 700,000 ونبيع لك اللحم انا 120,000. الرساله تاعك راهي لحقت، شكرا على المشاركه. اذا متابعينا عرض اخر للبيع، اليوم الخرفان الصغار راهم دايرين حاله هنايا بسوق بوقطب لولايه البيض، هذو العمر تاعهم اقل من 7 اشهر، هذو العمر تاعهم اقل من 7 اشهر، وهذا الخرفان جاونا من ولايه بلعباس. شوفوا الولايات الغربيه راهي متواجده اليوم هنا بسوق بوقطب، والسيد هنا راه مساومين شحال على ربي، قال لكم مازال ما سومونيش. قل لي سعر البيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ مانيش نصور فيك. 26 فوق 26 فوق الزوج ملايين و600. قال لكم سعر البيع هنا راه يدير فوق الزوج ملايين و600. هذه السلعه جاتنا من ولايه سيدي بلعباس. نذكر المتابعين والمشاهدين انه البارح كنا في ولايه النعامه تحديدا بسوق عين الصفراء، تقدروا تدخلوا وتشوفوا تشوفوا الفيديو، تشوفوا الاسعار والمشاكل اللي يتعرضوا لها الموالين. اخي شكرا على الثقه، يعطيك صحه. اذا متابعينا عرض اخر للبيع، عندنا هذه الخروفات، هذو جاونا من منطقه مرحوم. وين جايه هذه؟ بلعباس. سلعه بلعباس راهي جات لهنايا بسوق بوقطب، هادو خروفات والسعر هنا راه معطين له 42 غير 20. 42 غير 20. والبيع شحال يقول هنا بالتقريب؟ 45. سعر البيع راه يقول 45. إذا متابعينا كما راكم تشوفوا الآن وعلى المباشر، أنا متواجدين بسوق بوقطب لولاية البيض في تغطية حصرية لأسعار الكباش وخرفان العيد لعام 2023. البارح كنا في ولاية النعامة سوق عين الصفراء، والآن رانا في ولاية البيض سوق بوقطب. أخي شكرا على المشاركة. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هذه الخروفات، رانا مع الأخ بن بالحرمة. نعم. جانا من منطقة مرحوم. المرحوم وين جاية هذه؟ بلعباس. بلعباس، سلعة بلعباس راهي دايرة حالة اليوم هنا بسوق بوقطب، شحال مسومينك في الخروفات هذو؟ 32 و60. شحال؟ 32 و60. 32 و60، والبيع راه يقول شحال بالتقريب؟ البيع مازال بعيد، دراهم مازالوا قاعدين. قل لي كيفاش راهي الاجواء الاسواق الجزائريه هذه الايام؟ الاسواق زوال ما لحقاش درهمها. انا نعلفو زوال مازال هذه ما قريبه 36 هذه. العلف الراسو كلاله. هذا 61 ابا. 61. 32 و60. يتسمى البيع مازال بعيد. مازال بعيد. مازال بعيد البيع. إذا متابعينا تلاقينا مع عمي الميلود هاوليك. صباح الخير عمي الميلود. خاسة. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، من جيتنا عمي الميلود؟ بوقطب. بوقطب. نعم. الله يبارك. قل لي شحال مسومينك في الخروفات هذو؟ ما عطاوناش. مازال ما سوموناش. مازال ما سوموش. هذو شحال عندهم العمر؟ 7 أشهر 8 أشهر شحال؟ يكون عندهم من ستة 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 خمسة في دم. قال لكم العمر هنا راه يدير خمسة ستة أشهر. والسوق راه مولي بزاف. السوق راه مولي، هذه مولفة دير 29 28 مولفة دير حتى ثلاثة. تا مولفة دير حتى ثلاثة 31. اها. ومن الماكلة ومن هذه الحياة ولت زوال. من الماكلة، الماكلة راه غالية وماناش لاقيين الماكلة. الزرع يدير 750.
قل لي وقتاش بدات المواشي تتراجع الاسعار تاعها؟ وقتاش بدات المواشي؟ بدات من رمضان وقعدت تتراجع. اها من رمضان ولات في السومه، تولي كل سوق تولي كل هذاك الحولي كبيره مخلي لها حتى 2 ملايين. هذا كيما هذه دوك راه مخليها 500، مخليها 600 700. النعجه ثاني كذلك كتدير الرابعه. النعجه راه موليه، راهي مخليها على بالك كيما هذيك كانت تدي 26 37 38، كيما اليوم راه تدي 28 27 27 ونص حتى 26. سمعت؟ اها هناك غالي. والبيع شحال؟ البيع شحال راه يقول هنايا بالتقريب؟ البيع هذوك طبيعيه، هذوك دائما على بالك باللي تكسر، دائما مخلي درهم. كي مثلا كانت تبيع هذوك ب 27 تحضر مخلي 400 الف ولا 500 الف. والماكله هذيك تبقى زياده، خاطر علاه هي دوك كي تحضر تشدها لسيمانه، كي تلحق سيمانه عندنا راه تاكل 60 الف 70 الف في السوق. سمعت؟ هاني سمعت. يعطيك الصحه على المشاركه، شكرا على المشاركه. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هذا الخرفان، هذا الفيديو هو خاص بالخرفان اللي أقل من 9 إلى 10 أشهر، عندنا هذا الخرفان الله يبارك، السعر هنايا راه معطينه شحال؟ 43 4 ملايين و300، وهذه السلعة جاتنا من منطقة محرة، هذه السلعة من منطقة المحرة، شوفوا خرفان محرة. والبيع شحال يقول هنا بالتقريب؟ من 5 الهول من 5 ملايين وطلع. سعر البيع هنا راه يقول من 5 ملايين وطلع. هاد السلعة تاع منطقة المحرة. نذكر المشاهدين انه البارح كنا في ولاية النعامة سوق عين الصفراء، واليوم رانا في سوق بوقطب لولاية البيض. خويا شكرا على المشاركة، يعطيكم الصحة. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذا الخرفان العمر تاعهم بالتقريب 8 أشهر. هذا الخرفان جاونا من منطقة المكان مين هذا؟ خيثر. خيثر مين؟ هنايا بوقطب. بوقطب. كاين مناطق أنا ما نعرفهمش، أنا راني نتعلم من عندكم ومع الناس. هذو جاونا من هذه المنطقة، منطقة بوقطب، والسعر هنايا مازال ما ساوموش، مازال راهو على باب الله. والسيد هنا راهو طالب، اسكو تقدر تقول لي بالتقريب شحال البيع؟ ما نشوفش انا، راني على باب ربي. والسوق كيفاش راك تشوف فيه اليوم؟ والله نهار اليوم اليوم كيفاش راه؟ هذو راه عاجلين داخلين ماناش عارفين السوق كي راه داير، دوك يطلع النهار يبان باش يبان. قال لكم ما على باليش السوق كيفاش راه داير، باسكو الان رانا في الساعات الاولى للسوق، دخلنا بكري، مازال ما عرفناش البورصه تاع الكباش والخرفان وين راهي الدور. اخي شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هنا راهم مخلطين عفوا، كاين ذكور وكاين إناث، هادو إناث خروفات وهذوك خرفان ذكور، وهاد السلعة جاتنا من منطقة سمولين. والله ما سمعتك. سمولين. سمولين وين جاية هذه؟ هنا البيض. هادو ما منا من اسمح لي، هادو ما منا من منطقة البيض، كاين بلايص ما نعرفهمش، حتى أنا راني نتعلم من عند الناس. شحال مسومينك هنا؟ الخرفان عطاو له 30 جملة، سوموه 30 100 جملة، والخروفات مازال ما سوموهش. وهاد السلعة جاتنا منا من منطقة بوقطب. نذكر المشاهدين انه البارح كنا في ولاية النعامة بين قوسين سوق عين الصفراء، واليوم رانا في بوقطب، سوق بوقطب عفوا لولاية البيض. التغطية راهي مازالت مستمرة لأسعار الكباش وخرفان العيد لعام 2023. قل للبيع شحال تطلقهم هادو الخرفان؟ قال لكم البيع 35 3 ملايين و500، والخروفات شحال بالتقريب هكاك؟ قال لكم ما عنديش معلومه رسميه باش نقدر نصرح بها. اخي شكرا على المشاركه، الله يفتح الباب. شكرا. الحوت داير 400 هو يقول. اذا متابعينا رانا مع الحاج الشيخ، جانا من منطقه
بلدية بوقطة. بلدية بوقطة. في سوق بوقطة. قل لي شحال مسومين لك في الخروفات هذو؟ مازال ما عطاونيش. مازال ما سومونيش. قال لكم مازال ما سومونيش. العمر هنا شحال راه يقول؟ نعم؟ العمر السن شحال؟ السن. شهور شحال؟ 8 تكون. تكون 8. 8 شهور. قل لي سعر البيع شحال راه يقول هنا؟ فوق 30. فوق 30. فوق 3 ملايين. قال لكم البيع فوق 3 ملايين. وهذه السلعة تاع منطقة بوقطب. منطقة بوقطب. سوق بوقطب. شوفوا خرفان وخروفات بوقطب كيفاش دايرين، الله يبارك. هذوك ثاني تاوعك؟ نعم. الله يبارك. هاي ليك. ثاني كاينة سلالة أخرى هاي ليك. هذه مازال ما عطاونيش. وهذو شحال سعر البيع تاعهم هذو بالتقريب؟ هذو البيع تاعهم 35 33. 35 33. سعر البيع راه يقول 35 33. هذه سلعة بوقطب. هذوك راه ما قول لي وشنو المشكل اللي راك حاب تحكي عليه؟ المشكل تاع العلف هو المشكل. اها هو اللي دانا المشكل. دوك نزال دير 400 وين رايح؟ الزرع 700. الزرع 700 وين رايح؟ الموال 850. 850 ايوا ونار دير مليون وين رايح؟ درا 600. درا 600 وين رايح؟ الارض ما فيهاش. الارض ما كاينش. وين هي الارض؟ شكون اللي يعطيك الارض؟ شكرا على المشاركه. الرساله خليه يزيد. اذا متابعينا عرض اخر للبيع هنا، رانا مع خلف الله، هذا منا من منطقه بوقطب لولايه البيض، راح يقول لنا شحال سوموه، راح يقول لنا سعر البيع شحال راه هنايا. في 7 ملايين و 5 ملايين و 760 الف. هذه السومه اللي سوموك بها؟ السومه اللي بعت بها. اللي بعت بها. عاودها لي تشوف. 5 ملايين و 760 الف. 5 ملايين و 760 سعر البيع هنايا. قل لي البيع اليوم كيفاش راهو؟ كيفاش راك تشوف فيه اليوم البيع؟ السوق راه مليح. اها الاسعار راه مليحه والشري راه كاين ويشري عادي. لان نتمنوا يكون السعر يكون منخفض على الناس اللي تعيد. اها يعيدوا، نتمنوا لهم، خاطر هذه كلها ماشيه للعيد، نتمنوا لهم يعيدوا بالصحه والسلامه ان شاء الله وكاع يعيدوا. والسعر السنه راه زايد شويه باش ما نكونوا في الصراحه، ما نكذبوش نغلطوا الناس. على العام اللي فات راه زايد تقريبا 2 ملايين في الراس تاع الخروف. حنا نتمنوا يزيد ينخفض باش الناس كاع يكون متناول في يد الجميع باش يعيدوا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قل لي نسقسيك بالنسبه لهذا السوق، سوق بوقطب، واش من الولايات اللي تقصدوا بزاف؟ كل 56 ولايه تجي. سيرتو ليا ما الشهر اللي قبل العيد الكبير 56 كل تجي. داكور. قل لي الاسعار كيفاش كانت الاسبوع اللي فات هنا في سوق بوقطب؟ عادي عادي كيما نضربك. الاسعار راها تقريبا راها مليحه. هبطت ما كاينش اختلاف. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه اخي. شكرا. صح الله يسهل. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا بسوق بوقطب لولاية البيض. أنا نبقيكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة. ما تنساوش بارطاجيو لي الفيديو على 58 ولاية، وما تنساوش ثاني لجام باش هذه الفيديوهات توصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. ونوجه تحية كبيرة كبيرة لناس بوقطب وناس البيض والولايات المجاورة، ونوجه تحية أيضا للجالية الجزائرية بالخارج، ثاني راهي الدعم فيا بزاف. نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة وولاية جديدة وسفر جديد. سلام.